فضيلة الشيخ، رجل جمع أمواله من الربا وأبناؤه هنا يعني متحرجون من الأكل من هذا المال، ثم إذا مات هذا الأب هل يجوز لهم أن يرثوا هذا المال؟ وكيف يتوب هذا الرجل؟ أولا يجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدع الربا، ثم إذا كان هذا الربا الذي جمعه عن جهل لا يدري أنه حرام أو عن شبهة، يعني قيل أنه حرام ولكن لم يتيقن، فإنه حلال لله يبقيه عنده، لقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. أما إذا كان عالما لكنه كان عاصيا ثم من الله عليه بالتوبة والهداية، فمن تمام توبته أن يتصدق بهذا المال تخلصا منه لا تقربا به إلى الله، لأنه لو تقرب به إلى الله لم يقبل منه، لكن ينوي التخلص، إذ لا سبيل له إلى الخلاص إلا بهذا، بإنفاقه من صدقة على فقير أو في إصلاح طرق أو إصلاح مساجد أو ما أشبه ذلك. أما بالنسبة لأولاده فلا حرج عليهم أن يأكلوا منه في حياته، في حياة أبيه، ويجيب دعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود مع أنهم يأكلون الربا. وأما إذا ورثوه من بعده فهو لهم حلال، لأنهم ورثوه بطريق شرعي، وإن كان هو حرام عليه لكنهم كسبوه بطريق شرعي بالإرث. وإن تبرعوا وتصدقوا به عن أبيهم فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقة تمحو ما قبلها من السيئات. نعم.